الرجال. مثل ما قال تحية لكل الشعب العراقي وتحية لكل مشاهد عم بيتابعنا مين ما كان وين ما كان عم بيتابعنا. تحية لكم انتو وتحية لفرقتنا الموسيقية. مساء الخير مشاهدينا. برنامجنا مثل ما قالوا ومثل ما قلت لكم انا فكرته جديدة وحلوة كتير، فيه مشهد كوميدي تمثيلي وهذا المشهد بينطبق على مثل. بس شو هو المثل؟ انتو رح تتصلوا فينا بعد ما تشوفوا لي المشهد. نروح المشهد ونرجع مرة تانية. مثل ما قال واخيرا اجى الراتب ياب، الحمد لله. بالعافيه عليك ابني، بالعافيه عليك. منو جاي؟ شوف منك وبالباب ابني. ايه يا بس هم طبيت صديقي خدو، انا جيتك اليوم واطلب منك السماح. جيب قندرتك وطقني بيها. حشاك جيب نعال وطقني بيه. بس ارجوك سامحني، انت صديقي ما اقدر استغني عنك. ارجوك سامحني سامحني سامحني. خليني احكي. خير شكو؟ ايش صاير بالدنيا؟ الدنيا مو يوم ويومين. لا انا مستهتر، انا ما استاهل اكون صديقك. سامحني ارجوك سامحني ارجوك سامحني. يا واد يا واد، قلت لك هذا لسانك قصره شويه. كون يا الله تعلمت شويه. تعلمت دروس مو درس واحد. بس ارجوكم سامحوني. انت تتعلم وراح يشوف. يابا على كيفك عليه شويه. عمي رحم الله والديك. سامحني عمي. سامحك. ما اعرفك اذا ما تسامحك. مين قلبك؟ مين قلبك؟ سامحني عمي سامحني. سامحني ولا اقدر هدني. هدني مسامحك هدني. هالمصيبه. يلا يلا اقعد وسمي بسم الله. لا انا ما اكل. انا ما اكل اذا ما تسامحوني. ما اكل ابد. يا كلامتي. بس شاف الاكل صار حدني. يابا الله يخليك على كيفك عليه شويه. سامحتني صغير؟ سامحتني غدو؟ خش بعد. سامحتني؟ بس ابلع اللقمه ابلع اللقمه. حدو كون يا الله شبعت. يا شو عمي خلص لي حتى ناكل. يلا من وقتكم انا اروح في مغلاه. خاف هاي عشرة عمر لا تدير بال. ممنون اخويا. ها هاي شنو؟ جاكو فلوسي كانت هنا وين صارت؟ ولك مو قلت لك هذا مو مال واحد يلفي يا ابني. ولك شكو هنا زبالة. هاي 100 مرة أقول لك بس ما تفيد بيك. صدق بنقال مثل ما قال. مشاهدك يا اما كذاب يا اما حرام يا اما غليظ يا اما ملعون يا اما بعدين معك يعني بسيطة العالم ملت. مثل البارحة مو سويت بيها هيك يعني يوم واحد ما اجيت سويت هيك حبيبي فرصة شي مرة بس يوم واحد. يلا طيب امبارح وين كنت؟ وين كنت امبارح؟ طالع سفرة ويا جماعتي كذابين وحركات. كنت بقهوة الكذابين؟ وجايب نكت جديدة؟ ان شاء الله منيحة كثير.
مشاهدينا اتصلوا فينا على الارقام الظاهره على الشاشه. كل يوم في عنا 3 جوائز قيمه كل جائزه 200 دولار مقدمه من شركه انفينيتي، وكمان في باخر البرنامج في سياره مقدمه من مجموعه الصادق للي عم يبعثوا مسجات. وهلا اول اتصال. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. الو مساء الخير. ابو كرار. الو مرحبا. الو سامعتك. الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو عم تسمعني؟ عم تسمعني؟ انقطع الاتصال. بدي اروح لعند الفرقة الموسيقية. حمسونا من بداية الحلقة. كم بدي اسال الجمهور بس عم يقولوا لي خذي اتصالات بالاول وبعدين بتاخذينا مشان ياخذوا منهم يغشوا يعني. طيب بدي اسمع نكته. هلا نكته. محضر يعني مجمع تبع امبارح واليوم. احكيكم نكته سريعه. يلا حتى ما ناخذ وقت. واحد يشتغل بنا مكان، فزوجته يوميه تنطي له اكل من هاي شو اسمه صفر طاس اسمها ما اعرف. ايه صفر طاس. فقعد على الغداء، فتح اول جدريه شاف هيجي شلغم، فتح ثاني جدريه شلغم فتح ثالث جدريه شلغم. قال شنو هاي؟ دازت لي غدا لو ابو ذيه. بدي اخذ واحد من الجمهور. مساء الخير. كيفك؟ شو اخبارك؟ وين المايك؟ عطوا المايك شباب. مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ زين. شو الاسم؟ ميلاد. يا اهلا وسهلا فيك. مبين عليك صغيرون، عم تدرس؟ نعم. يا اهلا وسهلا فيك. شفت المشهد؟ نعم. سالتك عن الاسم؟ نعم. ايه. عرفت المثل؟ المثل؟ ايه. يعني شويه. طيب هات لشوف شو هو؟ يعني اسم البرنامج؟ نعم. اسم البرنامج؟ شو اسم البرنامج؟ لا يعني اقول لك اسم البرنامج. مثل ينطبق على هذا المشهد. مثل بينطبق على هذا المشهد. شو؟ معرفة؟ لا. طيب راح اخذ صبية؟ لا؟ عم تقولي لا؟ طيب تفضلي. كمان لا؟ ما عرفتوا؟ معي اتصال جديد. مساء الخير. مساء الخير. الو مساء الخير. الو سردار عمر كيفك؟ الو من دهوك. الو سردار كيفك؟ الو سردار. الو مساء الخير. الو مساء الخير. ألو. يمكن الو عم تسمعني؟
سردار يمكن في مشكلة بالاتصالات، بنروح فاصل بنرجع برجع يكون الاتصالات جاهزة. مثل ما قال مشاهدينا على الأرقام الظاهرة على الشاشة. كل يوم في عنا 3 جوائز مقدمة من شركة إنفينيتي وهي أدوات كهربائية، وكمان في بآخر البرنامج في عنا سيارة للي عم يبعثوا مسجات. كسفوا من هالمسجات هاي وكتروا منا، لأنه سيارة مقدمة من مجموعة الصادق. وألو، مساء الخير. مساء الخير، اتصال جديد. مساء الخير. ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير. ألو، 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 مساء الخير. يمكن في عنا مشكلة بالاتصالات اليوم. طيب، رايحين لعند الفرقة الموسيقية. بدي زقفة زقفة يا شباب، تفضلوا. بعض من ورانا، عم تنكتوا لبعض. طيب، مساء الخير، اتصال جديد. مساء الخير. الو، مساء الخير. مساء النور، كيفك حسين؟ حياكم الله. لك انا حسين، هادي ناصري. حسين، كيفك؟ عم تسمعني؟ عم تحكي معي ولا مع العيلة؟ الله يحييك، اهلا بك. حياتي إلك كادر المحطة والعائلة كريمة. نعم؟ ألو، حياك الله. البطل؟ ألو، حسين؟ حسين، شفته للمشهد؟ المثل؟ المشهد شفته؟ المثل والله تقريبا عند لسانك، حصانك، سلطانك، ما متأكد منه. طيب، طيب، ان شاء الله تكون من الربحانين معنا باخر الحلقه. شكرا كثير على اتصالك. بدنا نرجع نشوف المشهد وبنرجع مره ثانيه، بس ركزوا منيح منيح. مثل ما قال
واخيرا اجى الراتب يا ابو، الحمد لله. بالعافيه عليك ابني، بالعافيه عليك. منو جانا؟ ابنك وبالباب ابني. ايه يا استاذ. هم طبيت صديقي خدو، انا جيتك اليوم واطلب منك السماح. جيب قندرتك وطقني بيها. حشاك. جيب نعال وطقني بيه. بس ارجوك سامحني. انت صديقي ما اقدر استغني عنك، ارجوك سامحني سامحني سامحني. خليني احكي. خير شكو؟ ايش صاير بالدنيا؟ الدنيا مو يوم ويومين. لا انا مستهتر، انا ما استاهل اكون صديقك، سامحني ارجوك سامحني ارجوك سامحني. يا واد يا واد، قلت لك هذا لسانك قصره شويه، كون يا الله تعلمت شويه. تعلمت دروس مو درس واحد، بس ارجوكم سامحوني. انت تتعلم؟ راح يشوف يابا على كيفك. عليه شويه عمي رحمه الله والديك، سامحني عمي. سامحك. ما عرفك اذا ما تسامحك. مين قلبك؟ مين قلبك؟ سامحني عمي، سامحني. ولا اقدر هدني هدني. مسامحك هدني. شو المصيبه؟ يلا اقعد وسمي بسم الله. لا انا ما اكل، انا ما اكل اذا ما تسامحوني. ما اكل ابد. يا كلامتي، بس شاف الاكل صار عني. يا با الله يخليك، على كيفك عليه شويه. ما اكل. سامحتني صغير، سامحتني غدو. وش بعد؟ سامحتني. بس ابلع اللقمه، ابلع اللقمه. حدو كون يا الله شبعت. يا زو عمي خلص لي حتى ناكل. يلا من وقتكم، أنا أروح في المغلاة. خاف، هاي عشرة عمر، لا تدير بال. من أخويا؟ يا صبي. ها؟ هاشم. جاكو. فلوسي كانت هنا، وين صارت؟ ولك مو قلت لك هذا مو مال واحد يلفي يا ابني. ولك شكو هنا زبالة، هاي 100 مرة أقول لك بس ما تفيد بيك. صدق بنقال مثل ما قال. اتصال جديد. مساء الخير. الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، معهد فاضل من بغداد، كيفك؟ الحمد لله. ازيك؟ شلونك؟ منيحة تمام، اشتقت لك. تسلمي حبيبتي. انا اكثر. شفتي للمشهد؟ اي شفته. خلوهم يساعدونا اللي يمثلوا المشهد، خلوهم يساعدونا. نعم؟ خلي شوية مساعدة من الجو هون. طيب اطلبي منه، ليكون قاعدين هون معنا، شو حده خده رح تساعدوه؟ عادي جلب النفس يساعدنا والأزرق. انت بالذات. يعني شوفي زين المجد، ما يراد له شيء. مشاكل. ابو المشاكل. يلا يا ابو المشاكل. ان شاء الله. بسيط. ساعد العهد؟ اي بسيط ان شاء الله، يعني هو مثل يعني يقولون ما اعرف شو اقول. ما يراد له شيء يعني. يا عهد. نعم. الشخص اللي ما منه فايدة واللي ما بيتصلح شو منقل له؟ شنو؟ الشخص اللي ما منه فايدة وما بيتصلح، يعني بيضله بيغلط، شو منقل له؟ اللي ما منه فايدة؟ ايه، اللي بيضله بيغلط، شو منقل له؟ اللي يغلط. خلي شوف الاهل. لحظه. طيب اساليهم. ابو الطبع ما يبدل طبعه. نعم. ابو الطبع ما يبدل طبعه. رح اقول لك انه مو هذا، بس واحد قريب منه. عشان واحد قريب من هذا. طيب اسالي الميمي اذا عندك، هي بتعرف اكثر منا بالامثال. اقول الميمي حدك عادة البلبدن ما غيره غير البلبدن. طيب
طيب شكرا كثير على اتصالك، استنينا لاخر الحلقه مشان تسمعي المثل الصحيح. اتصال جديد، مساء الخير. مساء الخير. الو مساء الخير. رغد انت معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك شو اخبارك؟ وعليكم السلام. منيحة تمام، اشتقت لك. كيفك انت شو اخبارك؟ الحمد لله. رغد؟ يا رغد؟ المثل نقول عادل بالبدل ما يبدل غير السفن؟ صحيح؟ ما بعرف اذا صحيح ولا لا، استنيني لاخر الحلقة مشان تسمعي الجواب الصح. شكرا كثير على اتصالك. رايحين لعند حدو؟ ايه. نكت جاهزة؟ نكتات صار. طيب ليش ما عم تساعد المتصلين؟ ايه شو نساعدهم؟ بس كلمة واحدة نقول كل المحلات. حتى قلبك قاسي ما منه فايدة؟ انا راح اقول هذا يا ابو قلب الكبير. انا راح اقول لهم اللي عاطفي اللي رومانسي هو يحكي. هي طلبت من ابو التيشيرت الازرق منك الك. طيب هات النكتة؟ ايه يقول واحد محشي سايق تريلا. ايه. ده يسوق تريلر دعم له 40 واحد. ما شاء الله 40 واحد ماتوا. يا امي هذا من جماعتك اكيد. ايه وقف قدام القاضي قال له يا ابني انت ليش هيجي قتلت 40 واحد ليش؟ قال له سيدي شو اسوي؟ ده امشي بيه في شارع ازدحام. ايه. دست الهند البريك فقس. سحبت الهند البريك فقس. باوعت يمين باوعت يسار قال له ايه باوع شوف قال له ايه باوعت هيجي سوق. مال مخضر وملابس ايه سوق شعبي. ايه باوعد هيجي اثنين دا يتمشون قال له ايه روح على هذول الاثنين ليش تروح على السوق؟ قال له سيدي وانا ايش سويت؟ رحت على هذول الاثنين انهزموا سوق المخضر. حلوه كثير بتجنن والله يسلم ايديك. اتصال جديد مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. الو مساء الخير. الو شذا كيفك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك شو اخبارك؟ انا شو صحه. تسلمي لي يا رب، انا منيحه الحمد لله. كيفك انت شو اخبارك؟ اسمي شذا فاضل من بغداد. يا اهلا وسهلا فيكي شذا. شذا سمعتي يا النكته؟ والله هذه المثل كل صعب اليوم، يعني من سوء حظي انا يومية ارسل عليكم، ومن يوم اتصلتوا بي نفس المثل ما اعرفه شوية صعب، بدك شوية مساعدة. بدك مساعدة كمان؟ شو قصة المتصلين اليوم؟ كلمة من عندك. المشهد لهالدرجة صعب؟ لا انا شفت المشهد بس يعني ما يجيب بالي شنو المثل. طيب عندك شي احتمالات مشان نقي لك الاحتمال الصح؟ شوية شوية مساعدة من عندك. سألي الممثلين اللي عنا هون. شو شذا؟ اللي قالوا قبلي يعني مال عادة البلدل اللي غيره غير الشفن، يعني الإنسان لو اشقد ما تريدين تبدلين طبعا، إذا هو إنسان سهل ما يبدل طبعا. طيب شو المثل؟ الحكي صحيح، الفكرة صحيحة، بس شو المثل؟ المثل عادة اللي بالبدل ما يغيره غير الشفن. هذا مثل جديد؟ ما تاخذيني طبعا. طيب ماشي، شكرا كثير على اتصالك، بتمنى تكوني من الرابحات معنا باخر الحلقه، مع انه المثل اول مره بسمعه والله، يمكن عراقي هو ما بعرف، في هيك شيء مثل؟ والله؟ طيب اتصال جديد مساء الخير. مساء الخير. الو مرحبا. ايناس جميل من النجف. حبيبتي عزيز. يا اهلا وسهلا فيك بكل اهل النجف، تحيه للنجف شباب. كيفك ايناس شو اخبارك؟ انا من لابس قميص وردي. نعم؟ انا من لابس وردي. انا ما عم بسمعك منيح، مالة عيدي؟ انا من لابس وردي. انا ما سمعت ابدا. كمان بدك مساعدة؟ إيناس رح نوصل لآخر الحلقة ولسه بدكم مساعدة؟ طيب إيناس رح قلت نفس الحكي اللي قلته للمتصل اللي قبلك، الإنسان اللي ما منه فايدة، الإنسان اللي بيضله بيغلط شو بنقله؟ اللي ما بيتصلح شو بنقله؟
نعم عم تقولي المثل هلا إناس؟ قلتي المثل؟ شو هو؟ طيب شكرا كثير على اتصالك، استنينا لاخر الحلقه مشان تسمعي المثل الصحيح، وبتمنى تكوني من الرابحات معنا. اتصال جديد، مساء الخير. اتصال جديد، مساء الخير. الو، يا اهلا وسهلا، صفاء سمير من بغداد. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. وعليكم السلام، كيفك صفاء؟ كيف حبيبتي؟ منيحة تمام الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله تمام. شو هذا المثل؟ تحياتي للجمهور طبعا، شيء وقاعد يساعدونا اليوم. تحية لكم جمهورنا. بدك مساعدة كمان؟ اي على الاخر يقولون اكو مثل قالوا صح لا لا، يا حدو يا خدو، فيه المشهد فيه مشكلة؟ انتم ممثلين صح؟ ايه طبعا العالم ما عم تعرف تجاوب. لا شو القصه؟ ما يراد له شيء يعني. طيب ساعده، ما يراد له شيء. هو المتصلين صار يعتمدون على المساعدات، يريدون شيء حاضر. لا بس لو المشهد مو صعب ما كانوا طلبوا مساعده. لا بسيط هو يعني، الواحد من يغلط يروح يصنع غلط ويرجع مره ثانيه يغلط، يروح يصنع غلط ويرجع يغلط. شافوا المشهد وما عرفوا يعني، فيه صعوبه. شو خده؟ يلا املنا فيك كبير، رح تساعده. احنا عندنا واحد يعني يظل يكرر الغلط، يحاولون يخلوه يستعدل بس هو ما يفيد يعني، فيقولون مثل على هاي الشغله. صح. هذه الفكره. سمعتي صفاء؟ سمعتي من خده؟ يكرر الغلط مات يعني صحيح. بس لحظه خلي اشوفه. اللي بيغلط مره وبيقول لا ما عاد اغلط، وبيغلط مره ثانيه وثالثه ورابعه، شو بنقول له؟ الو صفاء. ألو. ايه وياك. عم تسمعيني صفاء؟ اللي بيغلط مره ومرتين وثلاثه وبيطلب السماح يعني، وبيغلط يعني مره رابعه وخامسه، شو قالوا يعني؟ المثل اللي قالوه صحيح. الو مثل، الو مثل يعني المتصلين اللي قبله قالوا مال البدن. طيب بتعرفي انه انا ما بعرف المثل؟ انا حقول الطبع ما يغير طبعه. طيب شكرا كثير على اتصالك، شكرا كثير على اتصالك، بتمنى تكوني من الرابحات معنا باخر الحلقه. واتصال جديد، مساء الخير. مساء النور، رمضان كريم علينا وعليك يا رب. سردار عمر من دهوك، تحيه لدهوك كمان اليوم. كيفك سردار، شو اخبارك؟ الحمد لله، شو اخباركم؟ الحمد لله تمام، مشتاقين والله. تسلمين، شكرا. احنا مشتاقين اكثر صراحه، يومين منتظر الساعه 9 حتى نشوفكم. تسلم، شكرا كثير، هذا من ذوقك. شفت المشهد؟ ايه شفته اكيد، وان شاء الله عرفت المثل وما بدك مساعده. الو الو سردار، يمكن قطع الاتصال. حاول ترجع تتصل فينا سردار مرة تانية. طالعين فاصل وراجعين مرة تانية. مثل ما قال، مش
مشاهدينا اتصلوا فينا على الارقام الظاهره على الشاشه. كل يوم في عنا 3 جوائز، وهي ادوات كهربائيه مقدمه من شركه انفينيتي، وكمان في سياره للي عم يبعثوا مسجات وهي مقدمه من مجموعه الصادق اللي هي الوكيل الرسمي لمجموعه من السيارات من سوزوكي يابانيه، وضمان 3 سنوات، والمراكز منتشره بكل محافظات العراق وكمان مواصفات عاليه. في معنا اتصال جديد. مساء الخير. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك زينب؟ الله يسلمك حبيبتي، شلونكم؟ رمضان كريم عليكم ان شاء الله. علينا وعليك يا رب، شو اخبارك؟ الحمد لله بخير، تحياتي لكم المدى كله والجمهور الحلو والحلوات الصبايا. للصبايا الحلوين وجه التحية كمان، نياركم يا صبايا. احنا ما نقول اعتمدنا يعني على مساعداتكم، بس المساعدة حلوة يعني، ما في اي شيء اتصور اذا واحد يساعدنا يعني. زينب زينب كمان مساعدة؟ يا زينب؟ نعم نعم وياك. الشخص لما عدة اخلي عن اجوبة افتحي نعود نعود لو صبوا 100 على هذا واحد. افتحي لي مجال. نعود نعود لو صبوا 100 قالب. طيب شكرا كثير على اتصالك، بتمنى تكوني من الرابحات معنا باخر الحلقه، شكرا كثير. اتصال جديد. مساء الخير. ما في اتصال. بدي اخذ صبيه حلوه كمان هالمره. مساء الخير. خذي المايك. كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله، وانتي؟ تسلمي لي يا رب. شو الاسم؟ رند. رند رند، يا اهلا وسهلا فيكي. شفتي المشهد؟ نعم. وعرفتي المثل؟ نعم. هاتي لاشوف، بس بيني وبينك مشان المتصلين ما يسمعوا. لا خطير، خلي نساعدهم، خلي نساعدهم شويه. ساعدي ولا تقولي لهم المثل؟ ايه حتى يربحوا. يلا هاتي لاشوف. ديل الكلب ما ينعدل. طيب بتمنى تكوني من الرابحات معنا باخر الحلقه، ما بعرف اذا جوابك صح ولا لا، بس ان شاء الله تكوني من الرابحات. شكرا كثير. بدي روح الفرقه الموسيقيه، جا بالنا نسمع شيء موسيقى حماسيه. يسلموا ايديكم. اتصال جديد. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. سردار عمر كمان. كيفك؟ شو اخبارك؟ رجعت خبر مره ثانيه. طيب يا اهلا وسهلا فيك. الجواب هو ذيل الكلب خلوه 40 سنه بقصبه وما استعدل. من عندك يا سردار هذا المثل نفسه اللي رح تقول لي كنت رح تقول لي قبل شوي؟ اي هو نفسه بس انقطع الخط صراحه. طيب ماشي، شكرا كثير على اتصالك، بتمنى تكون من الرابحين معنا باخر الحلقه. جاء بالي اسمع نكته المشاهدين طلبوا، ما دخلني انا هالمره. هن طلبوا قبل شوي، تفضل. ليش ما تحكي انت نكته؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله. نكته قصيره صغيره. يلا هات. فاليوم واحد راح لهولندا، كثير شايف حاله على فكره لانه عم قال له نكت لنا، انا ما عاد اجي لعندك. انا متواضع. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل تفضل تفضل. فديوم واحد سافر لهولندا ورا يعني خلصت السياحة مالته، رجع شافه صديقه قال له شلونها هولندا؟ قال يا أخي شو أحكي لك، شو أقول لك، لو تشوف المزارع لو تشوف الخضار بس يعجبك تصير طلي. ما حلو.
المتواضع حتى نكته محترمه، لا كذابين ولا محششين ولا شو هذا. اتصال جديد، مساء الخير. اتصال جديد، مساء الخير. الو، مساء الخير. عليكم. وعليكم. وعليكم السلام. شو الصوت الحلو هذا؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ ما ينعدل. مروة عباس، كيفك؟ الحمد لله. شفتي المشهد يا مروة؟ الو مروة، عم تسمعيني؟ اي نعم اسمعك. كيفون اهل ديالى؟ كيفون اهل ديالى؟ طمنيني. الحمد لله زينين. تسلم. تسلم يا رب. شفتي المشهد يا مروة؟ زين التلف ما ينعدل. طيب شكرا كثير على اتصالك، بتمنى تكوني من الرابحات معنا باخر الحلقه. شكرا كثير. كمان جمهور ولا اتصال جديد؟ يمكن في اتصال جديد كمان. مساء الخير. مساء الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. فاطمه سمير من بغداد، كيفك؟ الحمد لله زينه. شو الاخبار؟ رمضان كريم علينا وعليك يا رب. شو عاجبك البرنامج؟ عاجبك البرنامج يا فاطمة؟ ايه اكيد، كله حلو. تسلمي لي يا رب، الله يحلي ايامك. شفتي للمشهد؟ ايه شفته. عرفتي المثل؟ للكلب ما ينعدل. طيب شكرا كثير على اتصالك، بلشنا كل الامثال صارت مثل بعض هلا. لا حول ولا قوة الا بالله. شكرا كثير على اتصالك، بتمنى تكوني من الرابحات معنا باخر الحلقة. وهلا رايحين فاصل وراجعين بتكونوا تذكرتوا. مثل ما قال، اتصلوا فينا على الأرقام الظاهرة على الشاشة. كل يوم في عنا 3 جوائز أدوات كهربائية مقدمة من شركة إنفينيتي، وقيمة كل جائزة 200 دولار، يعني مو قليلة أبدا. وكمان في سيارة بآخر البرنامج مقدمة من شركة الصادق. طبعا السيارة للي عم يبعثوا مسجات مو للمتصلين. بدي أخذ اتصال جديد. مساء الخير. ما في اتصال. ألو مساء الخير. ألو. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، كيفكم انتم؟ منيح تمام الحمد لله. شو رايك بالبرنامج؟ والله كل حلو. تسلم لي يا رب. امير سعد الله من اربيل، يا اهلا وسهلا فيك. شفت المشهد؟ المثل يقول ابو العاده ما يترك عادته. طيب شكرا كثير على اتصالك، بتمنى تكون من الربحانين معنا باخر الحلقه. وهلا لعند الجمهور الحلو اللي معنا هون. كمان الصبيه تفضلي، اليوم كلهم صبايا ما شاء الله. مساء الخير. مساء النور. منوره ما شاء الله. شكرا. شو الاسم؟ هديل وسام. يا اهلا وسهلا فيكي. اهلا. شفتي للمشهد مو؟ ايه شفته. وعرفتي للمثل؟ ايه. شايفين مشاهدينا، الصبايا اشطر منكم. تفضلي شو المثل؟ مثل ما قالوا الجماعة البقية. هلأ إلنا، هلأ كنا عم نمدح فيكي. ذيل الكلب ما يتعدل. طيب شكرا كتير، واتمنى تكوني من الرابحات معنا بآخر الحلقة. فرقتنا الموسيقية راح تسمعونا شي حماسي هلأ، تفضلوا.
شكرا كثير. هاي الغنية بتجنن من اغاني فيروز، طبعا كل اغانيها بتجنن بس هاي لها نكهة خاصة. شكرا كثير، يسلم ايديكم. بدي اسمع نكتة من خده ولا من حده هالمرة؟ انت ما بدك؟ هاي شنو؟ شوف شو شايف حاله. واحد كذاب. ايه تفضل. كمان كذاب يا الهي. ليش ما تقول اني؟ ليش تقول واحد كذاب؟ طيب قول انا. ايه شبك انت؟ واحد كذاب قاعد. ليه سلف الجماعة تقول لهم اني من كنت صغير كنت العب طوبة؟ ايه. ماكو هيج. مرة جانا فريق قوي قال تنزل تلعب، قلت لهم يابا ما اقدر متشنش، قال لا تنزل. نزل قلت للكوتش اعطيني الطوبة. راوغت اول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، رابع واحد، خامس واحد، وصلت للكوتش راوغته الطوبة بالشبشة دق موبايله. هو دق موبايل قال له ابو فلان ما اعرف شنو، ايه لا ان شاء الله اشوفك. ايه يا جماعه وين وصلت؟ ليش بك؟ ايه وطلع لك ذيك السمكه هالكبر. قلت انا من الولد اكلوا اكلوا. يسلموا ايديك يسلموا ايديك. هلا صار وقت انه نشوف المثل، هلا رايحين مشهد نشوفه بالكامل مع المثل الصحيح وبنرجع لكم. مثل ما قال واخيرا اجى الراتب ياب، الحمد لله. بالعافيه عليك ابني، بالعافيه عليك. منو جانا؟ شوف منك وبالباب ابني. ايه يا بس هم طبيت صديقي خدو، انا جيتك اليوم واطلب منك السماح. جيب قندرتك وطقني بيها. حشاك. جيب نعال وطقني بيه. بس ارجوك سامحني. انت صديقي ما اقدر استغني عنك، ارجوك سامحني. سامحني سامحني. خليني احكي. خير شكو ايش صاير بالدنيا؟ الدنيا مو يوم ويومين. لا انا مستهتر، انا ما استاهل اكون صديقك. سامحني ارجوك سامحني ارجوك سامحني. يا واد يا واد قلت لك هذا لسانك قصره شويه، كون يا الله تعلمت شويه. تعلمت دروس مو درس واحد، بس ارجوكم سامحوني. انت تتعلم وراح يشوف. يابا على كيفك عليه شوية. عمي رحم الله والديك، سامحني عمي. سامحك. ما عفك إذا ما سامحك. مين قلبك. سامحني عمي سامحني. ولا قدر هدي لي. هدي سامحك هدي. هالمصيبة. يلا. اقعد وسمي بسم الله. لا أنا ما أكل. أنا ما أكل إذا ما تسامحوني. ما أكل أبد. أيا كلامتي. بس شاف الأكل. صار عدني. يابا الله يخليك على كيفك على شوية. ما أكل. سامحتني صار. سامحتني غدو. كوش بعد. سامحتني. بس. ابلع اللقمة. حدو. كون يا الله شبعت. يا زو عمي خلي في حتى ناكل. يلا مو وقتكم، انا اروح في مغلاه. خاف هاي عشرة عمر لا تدير بال. ممنون اخويا. ها هاي شنو؟ جاكو فلوسي كانت هنا، وين صارت؟ ولك مو قلت لك هذا مو مال واحد يلفي يا ابني. ولك شكو هنا زبالة. هاي 100 مرة أقول لك بس ما تفيد بيك. صدق بنقال ديل الكلب 40 يوم حطوه بقصبة وما استعدل. مثل ما قال بعد ما شفنا المثل الصحيح القرعة صارت جاهزة، بس أنا زعلانة كتير لأنه ما في غير 5 رابحين معنا. يا حرام عن جد شي بزعل. اليوم رح أسحب 3. لو شغلة بإيدي كنت ربحتهم كلهم، بس ما فيني بسحب 3. أول اسم فاطمة سمير. فاطمة سمير ألف مبروك. كمان الاسم الثاني هدى
هذه الوسام. ألف ألف مبروك، تتهني بالجائزة إن شاء الله. الاسم الأخير، شو القصة اليوم؟ مروة عباس. كلهم صبايا اليوم، كلهم صبايا، إن شاء الله ألف مبروك، تتهنوا بالجوائز. وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم، استنونا مثل ما قالوا بيكون كل يوم ساعة 9 المساء، وأكيد مع عبير رح يكون أحلى. باي باي. مثل ما قالوا.